اخترت الهسبال لأنها في بريطانيا ولأنه بريطانيا فيها نظام تعليمي كتير متقدم. أنا قدمت منحة هسبال لأنه الجامعات الشريكة الخاصة في هذه المنحة هي في بريطانيا، وأنا كان حلم منذ الصغر أني أقدم وأكمل تعليمي العالي خارج الوطن. منحة مميزة وتتقدم لفئة مختلفة شوي من فئة المجتمع الفلسطيني وهي فئة الأكاديميين الفلسطينيين. إنه الجامعات اللي داخل فيها كثير مميزة، خصوصاً الجامعة اللي أنا مقدم لها تعتبر من أفضل جامعات العالم في مجال الكمبيوتر ساينس. عشان هيك منحة بتشجع الأكاديميين بيشتغلوا بالجامعة وكمان الطلاب إنهم يكملوا تعليمهم.